تبارك الله على القصعه، تبارك الله تبارك الله. مرحبا بكم المشاهدين ديالي العزاز، مرحبا بكم المشاهدين ديالي العزازين على قلبي. اللي بغى ياكل مرحبا به، انا هنا مع بنات عمي اليوم الثاني عاود معاهم، وان شاء الله هما غادي ناكلوا هذه القصعه ديال الكسكسو ان شاء الله يا ربي. المشاش ديالي تابعيني كاملين هنايا، اللونه ديالي الغزاله، القطيطات اللي عندي في السطح، المهم كلشي تبعني، كلشي كلشي. يلاه المشاهدين تفرجوا الفيديو حتى الاخر. سلام مشاهدي ديالي، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير، كلشي مزيان، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. تحيه للمغاربه ديالنا الحرار كاملين فين ما راهم، تحيه لهم كبيره، تحيه لجميع المدن، تحيه لخوتنا الجزائريين، خاوه خاوه ما كاين عداوه، تحيه لخوتنا كاملين فين ما راهم. اليوم قررت قلت ندير واحد السويديقه، شرى لي راجلي البارح جوج دجاجات تبارك الله كبارين، شرملتهم البارح، صوبتهم كل شيء، وراه قليتهم دابا في الزيت باش على حسب باش يكون الدجاج مزيان، قليته. والبارح طحنت هنا، ها انتوما باقي في القرعه، ها انتوما داكشي اللي كاين هنا كاين هنا، ما كفانيش هنا، ودرتها في واحد الطاسه، ها هي غتغسل حشاكم. ها انتوما فيها الكنور، درت فيها جوج كنورات ديال الدجاج، درت طحنت اربعه د المطيشات، جوج بصلات كبار، وطحنت واحد الطرف كبير ديال القرعه الحمراء، به كتجي الروا ديالها خاطره، وكيجي الدجاج زوين، ما كيجيش الروا داير بحال الماء. وهو الدجاج بات هكا مشرمل، ها انتوما هاد خيزو عاوتاني كنديرو هنا، كنلوحو هنا، ها انتوما هكا، وكنقلي الدجاج هنايا، وكنحط انتوما باقي لي غير هاد الجوج، داكشي كله درتو هنايا، وصدقه مقبوله ان شاء الله. غادي ندير الهيف اليوم، ناض شويه د الريح اليوم الريح، وغنطيب هنا، وغادي ندي نعمر نسقي هنايا وكلشي نسقي، وغندي الهي عند بنت عمي فين كنمشي نجلس الهي. راه ديجا غنحط لكم الفيديو دابا واحد درتو البارح، غتشوفوه رائع. كلينا عندها السردين في الدار، ما نقولش لكم، حلت لينا الباب ديال الدار ديالها، والله ما اعتبرناها يعني دار بحال دار داري، خربقنا لها الدار كامله، كلينا وشربنا، خلينا لها المواعن، جينا حنا نعسو والله العظيم المشاهدين. المهم هاد البصله كلشي انا كنصوبو بالليل باش تكون عندي شي صدقه ولا شي حاجه، كلشي كنصوبو بالليل، كنفيق في الصباح هكا خفيف، الشغل خفيف. هنا غندير البصله معسله، كتعجب البنات، قال لك عافاك ديريها لينا. والمهم هنا عندي كسكسو، ها انتوما غندير هاد جوج سميتو كسكسو، صدقه على امي الله يرحمها، على امي الله يرحمها، الله يوليها برحمه الله، صدقه على ولدي الله يجيبو على خير من البلاصه فين كاين. المهم القرعه الحمراء ماطيشه تلجع عامره، راه درت غير بعض، المهم هذه كاينه ماطيشه. المهم هذا الشيء اللي كاينه البنات، وكنتمناكم ان شاء الله تتابعوا معايا هذا الفيديو. كنقلي الدجاج مزيان هكا باش كيخرج الدجاج واعر، انتم قليتو وباقي غانا داك الزيت فاش تقلى الدجاج غادي نديرها هنا، وغنطيب الدجاج هنا، وغنطيب كلشي، وغن الكسكسو غنديرو من الفوق يفور باش داك البنه ديال الدجاج تطلع فيه، وان شاء الله صدقه مقبوله يا ربي. وبقوا معايا البنات، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله، وتبارطاجيوه وتشجعوني وتدعموني، الله يرحم لكم الوالدين. يلا البنات كنحماق عليكم، بقوا معايا حتى النهايه ديال الفيديو. والمهم البنات ها هي البصله معسله، درت معاها شويه ديال الزيت، ها انتم فيها الزيت، ها انتم، وغادي نغسلها نخليها تهبط مع راسها مزيان. المهم كما كتشوفوا الدجاج راه كيتقلى، المهم كما كتشوفوا داك الشيء اللي طحنت قلت لكم، درت معها الملحه والخرقوم وسكينجبير وراس الحانوت وشود القرفه، المهم والتحميره باش يجي داك الشيء خاطر. المهم ها هي الغديوه ديالنا، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي غتعجبكم، ملي غادي نسقي، ملي غادي، المهم كل شيء غادي تشوفوه ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم. كنبغينا نطيبوا برا البنات، ها انتم فوق برا حدا بنت عمي، راها هي من هنايا، ايوا الريح اليوم، ها انتم كتشوفوا، ها انتم الشجر كيتحركوا، ها انتم شوف الريحه البنات. وقلت ما المهم شوفوا، كان مات واحد المراه والناس غاديين دفنوها، الله يرحمها، الله يلحقنا بهم مسلمين، الله يرحم جميع الامه الاسلاميه كامله. المهم بقاو معايا البنات، وان شاء الله تنسقي وطيطيب كسيكسو ديالي، وكا هما الناس غاديين دفنوا داك المرحومه مسكينه.
راه داروا واحد القبر جديد، داروا مقبره، ها هي كبيره، ها هي شتو باقي ما تدفن فيها حتى واحد، باقي كيدفنوا في هذه القديمه اللي عندي عند الباب هنايا. المهم الله يرحم جميع الامه الاسلاميه كامله. المهم بقوا معنا البنات حتى الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. انتما المشاهدين هي الكسكسو ديالي، صدقه ديالي كتوجد، ها انتما كما كتشوفوا صدقه ديالي، ها انتما، ها الله 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 سخون هذا الشيء كشيد، ها انتما يا خوتي، ها انتما يا البنات، الدجاج و كيطيب الشي فلور. وهنا بصلة معسلة، ها انتما تبارك الله، هاد الشي كايش يا البنات. ايوا المهم حطيتي بكلشي ان شاء الله، ملي غنسقي ونحطو نشارك معاكم. المشاهدين ديال العزاز كما كتشوفوا احنا دايرين سويديقه ديالي اللي قلت لكم، ها هي راه كنسقي ان شاء الله مقبوله ان شاء الله يا ربي. ها انتما غير بيناتنا بنات عمي وحنا ومشي ناس معانا، ما ايوا هادشي اللي كاين اخوتي العزاز. درت هنا بصله معسله، ها انتما كما كتشوفوا بسم الله، ها هي، ها هي يا البنات، ها هي هانتوما، صدقة مقبولة إن شاء الله يا ربي. هانتوما هانتوما، دابا غادي نعمر توسي على حقو وطريقو، وغادي نجلسو ليه في الخلا غادي ناكلوه حدا الدار ديال بنت عمي مسكينة. إيوا راهم فرحانين تا هما، درتلهم سويديقة اليوم ما ديروش الغدا. ايوا راهم مكبرين بيا حتى هما. ايوا وحنا هي هذيك البنات، وكنتمنى حتى نتوما تقبلوا عليا، تقبلوا على شغلي. هذه الراجل حكمه جاي تغدى قلت ليه غير الحوت ما دارش، ما المهم ما كلاش، لقى الكسكسو مازال ما طايبش، وانا كدي كندير ليه هنايا باش ملي غادي يجي ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، بسم الله يا ربي الله يقوي الخير. ها انتما يا البنات، ها انتما حتى ويدي ومام، بسم الله ها انتما. راجع واش تساوي، ها انتما يا البنات كسكسو القسيعه كي دايره ما شاء الله. ايوا قولوا يا البنات زينه ما حدقاش، ها انتما كنشكر راسي يا البنات، قولوا زينه ما حدقاش تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله وصلى على النبي تبارك الله وصلى على النبي. ها انتم ها انتم يا البنات، ها انتم ها انتم خير ربي، ها انتم ها انتم يا البنات. يبيله انت واه ناقه اكيد تسوي واه ماشي غير غير صات غير غس تحوج دواء ها وحنيش خش الله معليش معليش كنشوف التلفزيون. ياه 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 ياش هو الحوايج جاية لا ساعدي صافية وحوايج خشاع شمشم 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 راس مين تخدم. صافي ايوا ما يمني غتجي مليح، ايوا يا البنات بقاو معنا حتى فين غناكلو هاد الكسكسو. السلام عليكم البنات كي دايرين، لاباس بخير كلشي مزيان، تحيه لكم كبيره كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. وها انتما سويديقه ديالي اللي وجدتها هي تبارك الله، القسعه قدا قداش مع بنات عمي الوجوه العزازين على قلبي، رحنا جالسين غناكلوها دابا راه فات العصر دابا. ايوا هانتوما يا البنات غادي ناكلوها ان شاء الله، وكاين الناس راه ياكلوها معانا
وما بغاوش يبانو، ما يبانوش من الكاميرا، ولا يتقبل لا يقبل. وهذا الشيء اللي كاين. ويلاه البنات هانتوما تتشوفوا الكسيعه تبارك الله، هانتوما عامره الكسيعه، شوف كي درتها. ايوا هي هذيك البنات، ان شاء الله تكون مقبوله يا ربي، وتكون هاد الصديقه يعجبكم وهاد الفيديو يعجبكم. وباي باي عليكم، وباي باي عليكم البنات، بسلامه.